إذن مشاهدي متابعي قناة شفتي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر للضفة مدينة الدار البيضاء. كانت واجدوا تقاطع ما بين شارع مولاي يوسف وشارع أنفا، يعني كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات مشاهدي الكرام حادث سير خطير ما بين جوج ديال السيارات، يعني مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص أو لبعض السائقين. يعني الآن تدخل ديال رجال الأمن في عين المكان وأيضا تدخل ديال رجال الوقاية المدنية من اجل نقل الاشخاص المصابين الى المستعجلات. فصراحه كنتمنوا لهم الشفاء يا ربي، كنتمنوا ان الاصابه ديالهم ما تكونش خطيره. يعني رجال الوقاية المدنية واجدين في عين المكان. يعني شوفوا معنا الزيت ديال السيارات هنا في عين المكان. مشكورين بعض المواطنين اللي كيقوموا بالتغطية ديال هذا الزيت هذا تفاديا باش ما يكونش واحد الانزلاق هنايا في الشارع. دائما من الانسان يحذر راسه خصوصا في الفتره ديال الليل، دائما ما كيكونوا حوادث سير اللي خطيره بزاف. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه الحاله هذه، يعني في التقاطع دائما ما كتكون كثره ديال حوادث السير وبعض الاشخاص الله يهديهم اللي ما كيحترموش قانون السير وكيحرقوا الضوء الاحمر، فلهذا كيوقعوا حوادث سير خطيره. يعني الآن سيارة الإسعاف غادي تنقل الأشخاص المصابين إلى مستعجلات صوفي تابعة لهذه المنطقة هذه. جماعة سيدي حنيرو أوتيل كاندرا بارسيلو 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 أوتيل بارسيلو. غادي تشوفوا معنا الاضرار اللي لحقات بسيارة اخرى كيفاش ولات الحاله ديالها، يعني هزاتها بطبيعه الحال سياره ديال الجار. يعني تشوفوا معنا هاد الاضرار اللي لحقات بهاد السياره هذه.
يعني هذا الشيء بالضبط مدينة الدار البيضاء شارع مولاي يوسف تقاطع مع شارع أنفا. فالله يجيب الشفاء لكل واحد يا ربي، كنتمنوا لهم شفاء، نتمنوا ان الاصابات ديالهم ما تكونش خطيره، كنتمنوا لهم شفاء يا رب. بطبط. شوف البوليس يا خويا، المشاهدين الكرام غادي نودعكم على ما نلتقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله.